عملا قادرا على الترافه. ليس بالضرورة أن يكون مجتمعا مدنيا فقط، وإن مقصد يكون مجتمع مدني قادر على الترافع، عارف الموضوع، يعني له معرفة عميقة بالموضوع من أجل تقديم الإضافة. المجتمع المدني يجب أن يقدم إضافة في الملف. وأعتقد بأن الدبلوماسية المدنية لها مشاركات لا في مجلس حقوق الإنسان، لا في الدورات ديال مشاركة المرأة في الأمم المتحدة، لا في جنيف، لا في الاتحاد الإفريقي. المجتمع المدني يشارك في الإيكوسوك، المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، المجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بالاتحاد الإفريقي. المجتمع المدني له 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 يعني قنوات للمشاركة. يجب أن يبحث، يجب أن يترافع، يجب أن يقدم إضافات ويستند على المرجعيات الوطنية الجامعة. الموقف المغربي يجب أن يكون موحدا، وهو موحد بشأن هذه القضية. فيما يتعلق بالأسئلة ديال الإخوة الكرام، طبعا هذه ملاحظات ديالهم أنا أحترمها، ولكن أنا جاوبت على المستاذة اللي هي وجهة السؤال. شكرا. الكلمة إلى الأستاذ شيكر. شكرا لك، شكرا للجمهور حضور كريم على هذا التفاعل الإيجابي مع الموضوع، مع الإشكال. طبعا الإشكال ذو شجون، إشكال يوقعنا كما همس لي قبل قليل الدكتور والمفكر السيد الإسهالي أننا في وضع متشائم أمام في قضية المغرب الكبير. نحن في وضعية متشائم، نحن متفائلون هو متشائمون في نفس الوقت. المعطيات المعيقة تبعتنا في اتجاه التشاؤم، المعطيات الطبيعية والتاريخية والأنثروبولوجيا تبعتنا في اتجاه التفاؤل. ينبغي أن نقع بين هذين البعدين، بين التفاؤل والتشاؤم. لا ينبغي أن نتفاءل ونصرف في التفاؤل، ولا ينبغي أن نتشائم ويصبح التشاؤم هنا عنصر مكبل ومشل لكل فعل وكل رغبة في إحياء جسم اتحاد المغرب الكبير. النقطة بدأت بها قبل هي أن المثقف مغيب في مناقشة مشكلة اتحاد المغرب الكبير. عندما تحدث عن المثقف، لا تحدث المثقف ككوجين وكذات مفردة مستقلة، المثقف ككيان كتوجه. المسألة فعلا ليست مسألة اقتصادية، ليست مسألة مصالح عابرة. الاقتصاد إذا كان هو العمود الفقري لأي جوار، سرعان ما ينهد، سرعان ما يصبح هشا. الوشائج القوية التي تجمع دول جوارها هي وشائج فكرية وروحية وسوسيو تاريخية، هذه التي ينبغي أن نراهن عليها، نراهن عليها كمثقفين. أنا مع أستاذة الزهراء في مسألة المماثلة، بقدر ما كانت قضية الصحراء قضية مونوبول دولة، قضية خاصة، كانت هناك مشاكل. ما إن فتحت على قطاعات معينة، لا أقول ما إن عممت، حتى بدأت رياح الإيجابية في اتجاهها. نفس الشيء بالنسبة لاتحاد المغرب الكبير. اتحاد المغرب الكبير ليس حكرا على السياسة، وليس حكرا على صنع القرار، ولا يمكن أن نرهنه بالتحولات الجيوسياسية ولا باستقرار هذا البلد وثبات الآخر. المسألة هي أكبر من ذلك، هي مسألة وجود الاتحاد المغاربي، المغرب العربي الكبير هو قطب تاريخي وقطب أنثروبولوجي. فقط نبحث عن آليات قانونية وسياسية واقتصادية ليتحول إلى قطب استراتيجي فاعل. وشكرا. شكرا جزيلا لك.